في نطاق الجائحة اللي كتمرها منها بلادنا اللي كتمر منها المملكة المغربية. حنا والله جينا من نتمنى ربي يرفع عنا في أقرب وقت. وفي إطار المجهودات اللي كتقوم بها السلطات المحلية ولا سلطات العمالة ولا الجماعة المحلية ولا الأمن الوطني في إطار احترام حالة الطوارئ، ألا هو تمديد الحظر، ألا هو الحظر الصحي. رصدت الجامعة بين أننا نتكلم على شاطئ مرتين، فالجامعة رصدت واحد العلامة التشويرية واللي هي فيها ممنوع السباحة وشاطئ غير محروس، وذلك احتراما للقانون اللي هو احترام الحظر الصحي. وهاد العلامة الرصد ديالهم من شاطئ الديزا إلى شاطئ كاونيغرو وكنت منهم الله سبحانه وتعالى أن المواطنين يوعوا بهذه العلامات. أشنو كيعني؟ وهاد العلامة كتعني ممنوع السباحة، لأن لحد الآن كنعيشوا الحالة ديال الحظر الصحي. ممنوع عليك تقدم للصحة من أجل سلامتك أولا من الوباء، وسلامتك تم من الغرق. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الميساج يتفهمه المواطن. جماعة ماشي ضدك والسلطات ماشي ضدك، ولكن هذا اللي كنتكلموا عليه فهو قانون. يعني الآن ممنوع الحظر الصحي، راه هو باقي ساري مفعول والوباء باقي، وكنتمنى ربي يحفظنا. كنتمنى من المواطنين يتفهمونا ويتفهموا هاد العلامة التشوير، هادو كيدلوا على سلامتهم أولا، وثانيا احترام الحظر وعدم التمادي والمبالغات في الاشياء اللي غادي تضرنا وتضر الوطن ديالنا. وشكرا. غير بالنسبه للعمليه اللي درنا هاد الايام، هو بالنسبه للبلايك، هو اللي درنا، هو كاين ممنوع السباحه وشاطئ غير محروس. بالنسبه لشاطئ غير محروس، بما ان كنعرفوا بان هاد الجائحه هادي ميمكنناش نعملوا العمال الموسميين ديال الوقايه المدنيه، ما كاينينش. بالنسبه لممنوع السباحه، ممنوع السباحه عملنا لي بلايك هادو بالتنسيق مع الجامعه الترابيه مع السلطه المحليه، واحتراما السلامه ديالهم والسلامه الوالدين ديالهم والسلامه الاطفال ديالهم، باش ما يدخلوناش هذا الوباء. هذه كتتم هذا الاخ عزيز، وشكرا.